السلام عليكم، أرحب بكم في قناة المطبخ المبصر. وصفة اليوم فطيرة تركية بالبطاطس والبيض، سهلة سريعة ولذيذة. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد دائما. وإذا أحببتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا جزيلا لكم. سنحتاج في المقادير إلى 4 حبات متوسطة الحجم من البطاطس. أقوم بتقطيعها على هذا الشكل، يمكنكم تقطيعها بالسكين. المهم القطع يجب أن تكون رقيقة بعض الشيء. وسأحتاج أيضا إلى دقيق الذرة. أضفت القليل من الملح إلى البطاطس، الملح تبقى على حسب الذوق، وأضيف 2 ملعقة كبيرة من دقيق الذرة. وفي مقلاة غير ساخنة، أؤكد غير ساخنة، أضع القليل من الزيت النباتي وأبدأ في صف قطع البطاطس على الشكل الذي ستلاحظونه في الفيديو.
بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها فوق النار حتى تتحمر البطاطس من الأسفل، مع ضرورة الانتباه إليها. وبعد أن تتحمر البطاطس من الأسفل بالاستعانة بصحن، أقلبها إلى الجهة الأخرى. بعد قلبها إلى الجهة الأخرى، أغطي المقلاة مرة أخرى وأتركها لدقيقتين. سنحتاج إلى 3 حبات من البيض، وبعد مرور دقيقتين أضع نصف كمية البيض من فوق، والنصف الآخر أحتفظ به حتى أضعه فيما بعد. والآن كما تلاحظون قلبتها مرة أخرى، وأضع الكمية المتبقية من البيض من فوق. وكإشارة يمكنكم وضع القليل من الزيت إن احتجتم إلى ذلك عند قلب الفطيرة. وأغطي المقلاة حتى يطهى البيض، مع ضرورة الانتباه إليها لأنها لا تأخذ وقتا كثيرا أثناء الطهو. وهذا هو الشكل النهائي لفطيرة البطاطس والبيض، وصفة سهلة اقتصادية وسريعة التحضير. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.